مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات طبعا كابتن صديق جمال لاعب الاهلي السابق وعضو اللجنه الفنيه لاكتشاف المواهب في النادي الاهلي. كابتن صديق منورنا ومشرفنا. الله يخليك كابتن امير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. يعني في البدايه طبعا عايز ابارك لك على عضويه لجنه مهمه جدا في النادي الاهلي وهي اللجنه الفنيه لاكتشاف المواهب، ودور كبير جدا هيكون عليكم المرحله المقبله. ربنا معاكم ان شاء الله. لاداره اكتشاف المواهب بالظبط. اداره مش لجنه، هي اداره اكتشاف المواهب. تمام. طبعا شرف ليا ان انا اكون متواجد في النادي الاهلي في المكانه دي، وبشكر مجلس الاداره وبتمنى من الله ان ربنا يوفقني مع المجموعه اللي موجوده ونكون اضافه ليهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق دايما في هذه الاداره الهامه جدا، وهيبقى عليكم حمل كبير جدا في اكتشاف العديد من المواهب عشان يكونوا اضافه ان شاء الله للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله. خلينا نبتدي ببدايتك كلاعب كوره وبعد كده نخش على مسيرتك التدريبيه. بدايه طبعا في النادي الاهلي كان موسم 88 89 وقعدت ثلاث مواسم. طبعا كان جابني كابتن انور سلامه. تمام. وكان بوجود الكابتن احمد ماهر والكابتن مصطفى يونس. وجاي مستر فايتسا اول ما شافني على طول الحمد لله ضمني للفريق يعني. تمام. وكان ليا الشرف ان انا العب في وسط كوكبه من نجوم النادي الاهلي، كان جيل عظيم يعني. الموسم 88 89 والحمد لله توفقنا في الثلاث مواسم، خدنا حصلت على بطوله الدوري، بطوله الكاس، وبطوله افريقيا. تمام. التدريب بقى مسيرة التدريبية طبعا بعد كده انا كنت رحت من الاهلي على الاتحاد السكندري، وبعدين سافرت لبنان لعبت محترف هناك حوالي ثلاث مواسم، وبعدين دخلت في المجال التدريب. الحمد لله نزلت عملت الدورات يعني التدريبية وعملت السي والبي والدورات الاساسية وكله، واخدت مرحلة تدريبية كويسة جدا استفدت بيها. بداية في بيروت قعدت حوالي فترة كبيرة شي 15 سنه يعني. قعدت اربع مواسم مدرب عام و11 سنه كنت مدير فني. طيب. الحمد لله صعدت بفرق من الدرجه الثانيه على الدرجه الاولى. وفي فرق اخذت بطوله الناشئ الشباب مع نادي الصفا، وعملت حاجات كويسه جدا بالنسبه لي كمدرب ضافت لي يعني. بعد كده رحت السعوديه، اشتغلت في السعوديه موسمين، واشتغلت في الامارات ثلاث مواسم. الامارات كنت ماسك مدير قطاع الناشئين في نادي الحمريه. تمام. ومسكت الفريق الاول. واشتغلت في البراعم والناشئين في نادي الامارات الاماراتي. واشتغلت زي شغل في الامارات، اشتغلت في نادي راس الخيمه في نفس المستوى براعم وناشئين. والحمد لله استفدت كبيره يعني افاده كبيره وخدت خبرات يعني. واشتغلت في مصر بس موسم واحد او نص موسم. كان مع نجوم المستقبل. كنت ماسك فريق ال 92 ساعتها، وسافرت معاهم بلغاريا خدت بطوله هناك وديه مع الاستاذ محمد طويله. وبعدين في الوقت دوت رجعت بقى تاني يعني، كانت دي فتره في النص بتاعت نجوم المستقبل. وبعدين رجعت تاني على مصر يعني. الحمد لله الفتره دي وقع عليا الاختيار زي ما حضرتك تفضلت يعني ان اكون متواجد في المكانه دي في النادي الاهلي. تمام. مسؤوليه كبيره واكيد حضرتك عندك خبرات كبيره في اكتشاف المواهب، وان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق من خلال المسيره التدريبيه بالتحديد اللي انت اتكلمت عليها. واضح ان انت كنت مركز مع الاعمار السنيه الصغيره، وده هيؤدي ان انت تكتشف مواهب كتير ان شاء الله للنادي الاهلي يعني. بتمنى طبعا بوجود كابتن محمود صالح والجهاز المعاون يعني طبعاً ان احنا نبقى اضافه. هم كانوا شغالين قبل كده، المجموعه كانت ممتازه يعني، حققوا نجاحات وجابوا حاجات كويسه للنادي. بتمنى اكون اضافه ليهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق باذن الله. خلينا نخش في مشوار النادي الاهلي الافريقي وبدايته، واكيد مباراتين كانوا مهمين جدا. دور 32 كسبت هنا على فريق جيما بنتيجه 2-0، وخسرت هناك في تعتبر يعني مش مفاجاه طبقا للظروف اللي انت بتمر بيها خلال المرحله الحاليه. تقييمك لمجموع المباراتين بشكل عام بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي طبعا اصعب فترات اللي هي الدور ال 32. الفرق برضو بتبقى مش زي المستوى وانت داخل في المجموعات، مجموعات تبقى فرق مصنفه، فرق قويه جدا. النادي الاهلي قابل صعوبات الفتره دي، ويعني الواحد كان بكل العذر للجهاز الفني والناس المتواجده في النادي الاهلي. اصابات كتير، ايقافات، في يعني سوء حظ بالنسبه لبعض المراكز اللي هي الهامه جدا في النادي الاهلي ان يكون فيها اصابات. تمام. زي الحته بتاعت قلب الدفاع والاطراف نص الملعب حتى المهاجمين. فالحمد لله ان كابتن محمد يوسف قدر بالجهاز المعاون ان يتخطى الظروف. نادرا لما يحصل كده ظروف كلها ما عندك في فتره صغيره، وده اللي مر بيه النادي الاهلي اعتقد خلال الفتره اللي فاتت. اكيد ظروف صعبه جدا جدا. بس الاهلي معودنا طول عمره
بيمر بظروف زي كده واصعب من كده بالزبط. والحمد لله بيقدر يلم نفسه، بس ساعات بتبقى فيها فترات بتبقى صعبه جدا. يعني في صعبه وفي صعبه جدا جدا لما انت تروح تلعب مباراه مهمه ومصيريه ومعاك 16 لعيب بالزبط. يعني الله يكون في عون الناس اللي متواجده في المكانه دي في الوقت ده. حمل كبير جدا جدا، بس طبعا الناس اجتهدت وبتوفيق ربنا طبعا، والناس اللي موجوده قدروا يلموا اللعيبه وقدرنا نعدي المباراه دي. في ناس تقول لك ده فريق مش مصنف، فريق قليل. اصعب حاجه في الدنيا انك تلعب حد اقل منك، ما عندكش معلومات كافيه عنه، لا واقل منك انت بكثير. بتفرق معاك. يعني مثلا ممكن الناس تبص المباراه الثانيه يقول لك ده كسب كذا وده، لا ما تبصش كده. الفرقه دي مجهول الهويه زي ما بيقولوا، بس الماتش عامل ازاي؟ اول حاجه الملعب كان سيء جدا هناك، والناس ادت في ظروف صعبه. فكونك ان انت تتخطى الدور ده، وزي ما قلت لحضرتك اصعب فترات اللي هي بتاعت الدور ال 32 دي تبقى صعبه جدا. انما انت انا عارف متاكد من قدرات لعيبه الاهلي والاجهزه الفنيه تبقى متواجده في الوقت ده في دوري المجموعات. انت مستعد لان كل اللي يبقى معاك في المجموعه او لما ربنا يكرمك تصعد وتقابل كل الفرق قويه جدا وانت عارفها بالزبط. في بعد طويل لدوري وعندك عنها خلفيات كبيره جدا، والاهلي عنده خبرات وعنده من المؤهلات ان هو ياخد اي بطوله ووصل نهائيات كتير. وعلى فكره تتحسب للنادي الاهلي في الظروف اللي احنا فيها ان رغم الاصابات ورغم الايقافات ورغم الظروف الصعبه النادي الاهلي بيلعب فينال، يعني بيلعب بيوصل يلعب بالزبط. نهائي بالزبط. يعني ممكن في فرق تانية عندها لعيبه كويسه جدا ما بيوصلوش، يعني يا دوبك بيعدوا دور يعني بس يخش دور مجموعات ماتش مشين بيطلع بره. فالنادي الاهلي الحمد لله معودنا ان هو قادر في الظروف الصعبه جدا يتخطى اي صعوبات باذن الله. بالظبط، هو كان ناقص له بس يتخطى النهائي بصراحه، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، مش بس ان هو يوصل للمباراه النهائيه لكن الاهم دايما ان هو يفوز. ما انا الاهلي ما بيرضاش الا البطوله، سواء طبعا. مجلس الاداره او الجماهير الكبيره في النادي الاهلي ما بيرضاش الا البطولات. فطبعا ممكن يصادفك سوء توفيق في بعض النهائيات، ودي ورده. يعني اعظم فرق العالم بتيجي في الفينال، ممكن زي البرازيل كان بيوصل للنهائي كم مره ما كانش ياخد بطوله. فطبعا الحمد لله الحمد لله الاهلي قادر الفتره اللي جايه ان هو يحقق بطولات باذن الله ان شاء الله. شايف النادي الاهلي خلاص تخطى المرحله الصعبه او هيتخطاها بعد مباراه الداخليه ان شاء الله يوم السبت يوم 29؟ الاهلي بص حضرتك امير، المؤجلات كل ما انت بتكسب المباراه والثانيه والثالثه بتدي لك باور وبتدي لك انطلاقه، وزي ما قلت لحضرتك الاهلي معودنا على كده. لما بيكسب وان شاء الله باذن الله الفريق بيمشي بيحقق نجاحات، والفتره الجايه ممكن تبقى اسهل من اللي فاتت. اللي فاتت كانت صعبه جدا جدا، كونك ان انت اصابات وايقافات، والحمد لله توفيق ربنا ان احنا نعدي الماتشات دي ظروف صعبه جدا. الفتره الجايه باذن الله باذن الله بعد التدعيمات وبعد الفريق ما يتظبط ما يكتمل سواء المصابين او الناس اللي يكون في دعم الفتره اللي جايه، النادي الاهلي هيظهر بشكل كويس جدا جدا. وباذن الله الفتره الجايه النادي الاهلي هيكون متفوق على الفرق كلها. بعد تدعيم النادي الاهلي بعض الصفقات لحد دلوقتي ثلاث صفقات تقريبا او اربع صفقات بمحمود السلمي، لكن يعتبر لاعب تحت السن. شايف ان النادي الاهلي محتاج كم صفقه كمان من وجهه نظرك؟ لا او كم مركز كمان محتاج دعم؟ لا الدعم ده يرجع للاداره الفنيه ويرجع لمجلس الاداره بالنسبه للناس اللي هم هيستقطبوها من بره. يعني انت بتجيب لعيبه على قد انت، شوف المدير الفني احتياجاته ايه. طبعًا. بس اكلمني انا كمشجع اهلاوي ممكن ارد على حضرتك. بالظبط، انا بكلم. لا احنا دلوقتي احنا بنتكلم كحضرتك مشجع اهلاوي مش كمسؤول فني. لا مشجع اهلاوي. الكابتن سيد عبد الحفيظ بنفسه اللي هو مدير الكره طلع قال بعد المباراه الاخيره احنا متفقين ويعني بناكد النادي الاهلي محتاج دعم، وده اللي هيحصل خلال الفتره المقبله، وقال ان في صفقات اكتر كمان من اللي حصلت الفتره الاخيره. فاحنا بنتكلم بشكل عام كمشجعين او كمتابعين لفريق بشكل عام. انا نفسي الاهلي يكون الفريق متكامل في ما فيهوش نواقص، المهاجمين على مستوى عالي، نص الملعب على مستوى عالي، خط الظهر يبقى فيه ده لا يقلل من اللاعبين المتواجدين في الفتره الحاليه كمان في النادي الاهلي. اكيد ليهم دور كبير جدا ان شاء الله في الفتره دي. تدعيم امير وارد في كل الفرق العالم بتعمل تدعيمات طبعا، يعني برشلونه وريال مدريد بيعملوا تدعيمات، هم عندهم لعيبه عاليين جدا جدا. فالنادي الاهلي الجهاز الفني والاداره الفنيه هم عندهم رؤيه فنيه مين هيجي النادي الاهلي او مين موجود او مين مش موجود، دي بتاعه الجهاز الفني. بس انا بتمنى ان الصفقات تيجي كلها للنادي الاهلي على المستوى المطلوب، يكونوا اضافه للناس اللي موجوده. تمام. كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي حاليا يشيلوا فرقه بس بالزبط. ان شاء الله ما يكونش في اصابات ويكون في ثقه بالنفس، والنادي اللعيبه ترجع للحاله الطبيعيه بتاعتها اللي عودونا عليها. المرحله دي عايزه نتائج ولا اداء ولا الاثنين؟ مرحلة الاهم ايه في الفتره؟
مرحله الدور 32 افريقيا كانت عايزه نتيجه مش عايزه اداء. تمام. انت تخطى الدور الاصعب ان انت تعدي منه بالظبط، لان دور المجموعات بيبقى فيه تعويض، ممكن لو لقدر الله خسرت او حاجه ممكن تعوض. دور 32 ملعب سيء بالظبط، ظروف مباراه زي ما قلت لحضرتك الفريق ناقص 16 لعيب في السكور، فكل دي كانت مؤثره على النادي الاهلي. عدينا الفتره دي، الفتره اللي جايه احنا محتاجين باذن الله الاهلي معودنا وجماهيره الكبيره ان يتفرج على اداء كويس ونتائج. بس انت لما يكون في ظروف قلت لحضرتك وتكسب والفتره عندك نقص، يبقى مش مهم الاداء قد ما انا اجمع بناط. الجمهور الاهلي ما بيرضاش الا بالبطوله، فانا ممكن كان الفتره اللي فاتت ثلاث ماتشات ادي كويس جدا، لا قدر الله يبقى في فريق يتهز. لا، حتى لو الاداء 60% 70% الجماهير النادي الاهلي واعيه وعندها ثقافه كبيره جدا وتتقبل دي. احنا عايزين نكسب الفتره الجايه مع وجود المدير الفني الاجنبي، مع وجود برضو كابتن يوسف، هيبقى في الدعم اللي هيحصل للجهاز الفني هيبقى ليه دور وتاثير كبير على الفريق. حته الاداء وحته المكسب وحته الشكل اللي هو اللي الجماهير بترضى بيه. فانا شايف ان الفتره الجايه ان شاء الله يبقى في شكل واداء باذن الله. لكن الفتره اللي فاتت تعتبر مرضيه، لعبت اربع مباريات او خمس مباريات بالتحديد بعد انتهاك من البطوله الافريقيه، خسرت مباراه وكسبت اربعه في بطوله الدوري. هل دي نتائج تعتبر مرضيه ولا كان لازم النادي الاهلي يكسب الخمس مباريات رغم كل الظروف اللي بيمر بيها؟ مرضيه من حيث النتيجه، النتيجه ايجابيه جدا. انت لعبنا اربع مباريات جبنا 12 بونت، تمام، العلامه الكامله. بس في مباراه قبليهم خسرتها من المقاولين، مفيش اي مشكله، وارد. ممكن احنا الاهلي مش هيكسب على طول بالزبط. ومش هيخسر يعني، بص وارد يحصل اي ظروف. بتكلم خصوصا في ظل الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي، في ظل الظروف دي في ماتشات من الاربعه الاهلي ادى اداء جيد جدا، وطلع الجهاز الفني والمسؤولين على الكوره شكروا اللعيبه، شكروهم جدا. يعني الماتش اللي هو بتاع النجوم عملوا مباراه كويسه جدا، تمام، وادوا فعلا اداء جيد رغم ضغط المباريات. حضرتك في برضو الناس، عشان تبقى الناس كلها عندها وعي وعندها ثقافه كرويه، لما انت تلعب اربع مباريات في مثلا عدد ايام قليل، ده حمل على اللعيبه، بيبقى حمل كبير جدا سواء بدني او ذهني. وانت بتيجي وبتسافر بتلعب بره وبتيجي تلعب هنا، وفي ضغوطات على اللعيبه زي ما قلت لحضرتك. الضغوطات انت ما فيش جماهير في الملعب، بس جماهير النادي الاهلي كبيره بالظبط، وزي ما انت شايف التواصل الاجتماعي لازم تكسب ولازم تأدي اداء كويس. اللعيب بينزل تركيزه يعني، برضو الله يكون في عون لعيبه النادي الاهلي ان هم عدوا المرحله اللي فاتت دي، ان هم ايجابيه بالنسبه لتجميع النقاط. وحته الاداء في مباريات عملوها كويسه جدا، في مباراه متوسطه، بس المجمل يعتبر نجحوا فيها. واكيد لعيبه النادي الاهلي مروا بضغوط كبيره خلال المرحله اللي فاتت، بس في نفس الوقت وحضرتك طبعا متواجد في اداره مهمه جدا في النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي دايما بيبقى ليه مقومات خاصه، زي ايه مثلا؟ مقومات النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، لعيب النادي الاهلي لعيب بطوله، لعيب في الملعب اول حاجه المستوى الفني يكون عالي جدا، قوي، ذهنه حاضر، تركيزه عالي جدا لانه عارف قيمه النادي الاهلي. لان في الضغوطات دي لو مش لعيبه النادي الاهلي عندهم الخبرات اللي تؤهلهم مش هيلعبوا في النادي الاهلي بالظبط. فالحمد لله كل المتواجدين، حتى اديك مثال بسيط، لما الشناوي غاب ورجع شريف اكرام بالظبط، الحمد لله مفيش اي فرق جدا طبعا. شريف اكرام رجع بحاله فنيه عاليه وما شاء الله الماتشات اللي عملها فوق الممتاز، رغم ان بعده على المباريات، فده عنده ومر مرحلة صعبة، عنده روح البطولة، عنده ذهنيا مركز، قوي، عارف بينزل في مسؤولية عليه كبيرة هو جدير بيها. فلعيبة النادي الأهلي فيهم صفات اللي هي تبقى هم يفرقوا عن أي لعيبة تانية، ودي بيطلعوا في الوقت الشدة. لما تيجي تبص لا عندهم كل المقومات وعندهم خبرات كبيرة جدا وعشان كده لعيبة الأهلي بتظهر في الوقت اللي هو الحرج زي ما بيقولوا. فمفيش خوف ان شاء الله الفتره اللي جايه اي حد هيكون متواجد، كل الصفات موجوده في لعيبه النادي الاهلي. ابرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك خلال المرحله الصعبه الماضيه في النادي الاهلي مين؟ انا فرحان جدا وسعيد جدا بوجود احمد الشيخ، خد فرصه كويسه جدا وتالق، بوجود ناصر بالظبط، ناصر ماهر، لان دول من اهم المكاسب الفتره اللي فاتت، ودي بتتحسب للناس المتواجده في الكوره ان هم يرجعوهم للحاله بتاعتهم وتركيز عالي جدا لان ممكن لعيب يسقط منك بالزبط. مفيش حد مثلا يحتضنه، يكون مثلا حد من الجهاز الفني او حد مسؤول عن الكوره، ان تعالى تقعد معاه تشوف انت ايه اللي مخليك بعيد عن المستوى، اللي الثقه هربت منك ليه. فالفتره اللي فاتت انا شفت حاجات على الارض الواقع، كريم ندفت، كريم في احسن حالاته، اكتشاف جديد في ناحيه الهاف باك اليمين، والولد عنده مقومات، عنده مقومات على فكره، هو كان في المنتخب
كان عالي جدا جدا في نص الملعب. بس في فتره لما اللعيب بيبعد عن المباريات غصب عنه بيقل شويه. هو مركز الاساسي بالنسبه لكريم نيدفيد ايه؟ كريم مركزه كان في المنتخب نص ملعب مميز جدا جدا، ولما كان في دجله. بس كون ان الناس في النادي الاهلي يلعبونا ناحيه اليمين ويسد الثغره دي بالظبط ويعدي فيها بشكل كويس بصراحه، الكابتن احمد فتحي ربنا يشفيه ويرجع ان شاء الله لحالته، انت كسبت مكاسب كبيره. عوده شريف اكرامي، عوده حميده زي ما بيقولوا يعني بالزبط. حاجه مميزه جدا برده مع باقي اللعيبه عشان ما انساش حد، بس دول ابرز العناصر اللي الواحد فرحان جدا لان دول من اعمده برده الاساسيه. عوده مروان للتهديف والثقه ترجع له ويركز لان مروان فرد كويس جدا. لو هو بيركز سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي، بس الثقه بتزيد اكتر كل ما بيسجل. تمام. والنادي الاهلي جماهير كبيره معلقه عليه امال لان فيروز النادي الاهلي بالظبط، يعني منتخب مصر كمان فيروز النادي الاهلي. زي مثلا لما كان موجود متعب يعني طبعا. لما قبل ما مثلا يمشي من النادي الاهلي او الناس اللي لعبت حسام حسن، الناس اللي لعبت دي الفيرود ده بيبقى تقيل جدا جدا. محمد رمضان فراوده فيرود النادي الاهلي بيبقى تقيل جدا ويكسبك في اي وقت لان الناس كلها حاطه عليه امال كبير. فانا بتمنى لمروان التوفيق لان مركز حساس. فطبعا دي 3 4 5 لعيبه ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك الفتره الجايه، حتى بقيه اللعيبه اللي في الملعب. وليد سليمان طبعا لا غبار عليه يعني من الفتره اللي فاتت كان مميز جدا في النادي الاهلي طبعا، وبقيه اللعيبه كلها كل الناس اللي موجوده ان شاء الله نتمنى. بس دول عشان كانوا بارزين وكانوا بعيد، انما الموجودين اصلا متالقين من الاول بالظبط، حاجه تفرح. كريم وناصر والشيخ وناصر وشريف، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله يعلو اكتر من كده وتبقى مكاسب ايجابيه لفرقه الكوره النادي الاهلي. هو المؤكد ان شاء الله الفتره الجايه النادي الاهلي هيكون عنده قائمه قويه جدا 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 من اللاعبين اللي ان شاء الله هيكونوا اضافه بالنسبه للفريق، سواء المتواجدين او الصفقات الجديده او المصابين اللي هيعودوا. فباذن الله النادي الاهلي هيمر بظروف افضل وافضل من كده بكتير ان شاء الله. عايز اتكلم بالتحديد عن كابتن محمد يوسف واللي قام بدوره على اكمل وجه، سواء كان راجل مدرب عام في جهاز مستر باتريس كارتيرون لما طلب منه ان هو يكون مدير فني، الراجل ادى بشكل جيد جدا، يرجع تاني لمدرب عام في جهاز مستر لاسارتي، ودي سمة مهمة جدا من سمات أبناء النادي الأهلي إن هم في أي دور بيأدوا بالشكل المطلوب. طبعا محمد يوسف أدى دوره على أكمل وجه، سواء قبل كده لما كان مدير فني وجاب بطولة للنادي الأهلي بطولة أفريقية بالزبط. سواء كان مدرب بطولة للنادي الأهلي بصراحة دي تتحسب له يعني، سواء مدرب لما كان ماسك قبل كده مع الكابتن حسام بدري، سواء موجود لوحده على رأس الجهاز الفني، دلوقتي هيتحط في كاست جديد، هيتحط إن هو مدرب مع المدرب الأجنبي، ووجوده هيبقى برضه اضافه للجهاز الفني الجديد، عنده خبرات بيقدر يوصل معلومه كويسه جدا جدا للمدير الفني الاجنبي. يحصل لا قدر الله اي حاجه محمد يوسف موجود، وبعدين اي حد من ابناء النادي الاهلي بيتواجد في اي منصب او اي مكان يطلب منه فيه كلهم بيبقوا مخلصين جدا. اي مكان في النادي داخل النادي من اول تحت لحد اعلى حاجه في النادي اللي بيبقى هم كلهم حاسين بالمسؤوليه، بيكون قادرين ان هم يكونوا متواجدين. فيوسف يملك من الخبرات اللي هي عاشها في النادي الاهلي سواء مدير فني او مدرب عام، خبرات كبيره جدا جدا جدا. انا شايف ان هيبقى اضافه للمدير الفني الاجنبي، وان شاء الله بتبقى توليفه كويسه الفتره اللي جايه، ويحققوا انجازات للنادي الاهلي بوجوده مدرب عام. تمام. وانا شايف ان هي ما تفرقش لان ده النادي الاهلي، لا ما تفرقش طالما انا المدير الفني بياخد رايي برده في تقارب، ويوسف من الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي جدا جدا بالزبط. عمره ما بيبخل باي معلومه او اي حاجه ان ينجح الراجل الاجنبي بدليل انه موجود في الجهاز الفني بالزبط. يعني اختيار موفق جدا جدا ان هو كان ان بقى موجود مع الجهاز الجديد يملك من خبرات كبيره، وانا بحييه على يعني طبعا استمراره كان مهم في الجهاز الجديد. اكيد اصل ما ينفعش انت حضرتك، وبعدين انا بحيي مجلس الاداره يعني في اي جزئيه بقى بالظبط، بحيي مجلس الاداره جدا جدا. ما ينفعش اي مدير فني اجنبي يخش كده مثلا على اي نادي يروح جايب الكاست اللي معاه كله من بره. من بره صح. انا شايف بصراحه لان انت هتجيب كوادر امتى؟ يعني انت عندك دلوقتي في النادي الاهلي يعني الناس اللي موجوده في النادي سواء في قطاع الناشئين هي كوادر اكتر ولا المام بالامور الخاصه بالفريق؟ يعني مهم جدا ان انت يكون عندك ناس وطنيين او اهلاويه بالتحديد في الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي، يكونوا ده سببهم ان هو يكون موجودين كوادر جديده بالنسبه للفريق، ولا يكون اضافه بالنسبه للفريق بشكل عام؟ هو اضافه، اكيد هو اضافه لان هو قرار طلع ان يكون موجود. حته كوادر برضه عشان اشرحها لحضرتك، ان النادي الاهلي فيه مدربين كتير يعني مثلا في قطاع الناشئين مثلا المدربين اللي موجودين دول لو ما كانش واحد فيهم يشتغل مع المدير الفني الاجنبي
امتى هتعتمد على ابن النادي ان ياخد خبرات زي ما انت اهلت يوسف لما كان موجود على ما اعتقد مع كابتن حسام محضر جوزيه شويه طبعا. كان لسه رجل ثالث تدرج لحد ما مسك منصب مدير فني. الاجنبي جاي لان الموقف الاهلي بيبقى صعب شويه في حاجه، مش هيبقى على طول تجيب واحد مثلا من تحت الطلاق تمسكه على طول. صح. ما ينفعش. صح. الاهلي مطالب ببطولات، مطالب بخبرات، مطالب بشكل جمالي، اداء في الملعب، خططي، حاجات عاليه جديده للنادي الاهلي تضيف له. ما النادي الاهلي بياخد بطولات كتير، بس عايزين نشوف شكل النادي الاهلي، طرق حديثه، الطرق اللي بيخش الفكر بتاع المدرب الاجنبي ينفذها في النادي الاهلي. لازم يكون في حد في الجهاز الفني يكون مع مصري، يكون برضو جهاز مجلس الاداره مرشح واحد كفاءه، مش كوادر يعني، يحط واحد يكون ملم بالظروف بشكل أيوة كبير في النادي يعني. ايوه، فدي من اهم القرارات، ان انت تجيب مدرب مصري يكون يشتغل مع الاجنبي وبرضه ذو كفاءه زي محمد يوسف او غيره، لان الدنيا ما بتقفش مثلا على واحد، ممكن حد يجي تاني، حد يروح، حد يجي، بس لازم يكون في الجهاز الفني حد معونين مصريين. لان الاجنبي لا قدر الله في اي دول العالم حتى في المنتخبات بيحصل اي ضرب بيروح واخد الجهاز الفني ومشي. على ما تيجي انت حد يجي ويتاقلم شوف الدنيا ماشيه ازاي بتاخد وقت كبير طبعا، انما المصري هيبقى موجود معاه، انت حتى تعرف يبقى في تتناقش معاه، يبقى في ود، في مرونه معاه تكتيكيه. نتكلم في حاجه، كالديرون لما جه النادي الاهلي، كالديرون لما جه النادي الاهلي كان يلعب بطريقه غير النادي الاهلي كان بيلعب بيها. جرب كان يلعب 4-4-2 زي ما كان بيلعب في دجله او بيلعب في اي فرقه مع مازيمبي او الناس دي. حصل سن هزه في اداء النادي الاهلي. برضو الحمد لله يوسف والناس اتكلموا معاه ان رجع للطريقه بتاعه النادي الاهلي، فثبت عليها اللي هي اللعيبه متعوده عليها. طب هل الطريقه 4-2-3-1؟ طيب هل الطريقه دي كانت مناسبه بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره دي؟ ال 4-4-2 لا، على الطريقه اللي رجع بيها مستر باتريك كالديرون طبعا، 4-2-3-1 طبعا. الناس الاهلي اللي على طول، بس النادي الاهلي ما وصلش اللي هو عايزه بالطريقه دي. ما وصلش اللي هو عايزه ازاي؟ يعني خليني اقول لك ان مع الكابتن حسام البدري الاهلي كان بيلعب بنفس الطريقه 4-3-1. لما جه مستر باتريس كارترون الناس كتير توقعت ان الطريقه هتتغير والراجل هيكون فكره مختلف، ممكن الظروف ما تكونش ساعدته ان هو ينفذ الطريقه بتاعته، لكن في نفس الوقت لعب ب 4-2-3-1 والنادي الاهلي ما قدرش ان هو ينجح بالطريقه دي برضه. مع كالترون؟ مع كالترون. مع كالترون لعب، بس برضه خليته دخل في دوري المجموعات طبعا. لان احنا كان عندنا هزه الموسم ده لما الماتشين حصل دروب، فالمدرب الاجنبي جه بعد كده دخلنا دوري المجموعات ولعبنا نادي افريقيا. ضد الطريقه، هي الطريقه مناسبه وطريقه اللي العالم كله بيلعب بيها، لكن انت ممكن الظروف اللي انت مريت بيها ما ساعدتكش يعني. ما ممكن برضو ايه، ما انت ممكن في وسط الطريقه، في وسط الاداء بتاعك واداء لعيبتك يحصل هزه في النتائج، عدم توفيق، انت ما وصلتش للهدف اللي انت مرجو منه ان انت تحقق بطوله، بس الطريقه مناسبه ومتفصله لعيبه النادي الاهلي. يعني انت طول عمرك الثلاثه اللي تحت المهاجمين من ايام ابو تريكه وبركات لما كان فيلافيو او عماد متعب، ان الطريقه كانت ناجحه جدا، جت بعد كده نجحت بوجود اجاييه، بوجود عبد الله السعيد، وبوجود وليد سليمان. بعض اللعيبه نفس الطريقه مشينا معاه وعذاره راس حربه ثابت. نص الملعب الاثنين اللي بيلعبوا على طول حسام عاشور، يا ربنا يطول عمره يعني ويبعد عنه الاصابات في الملاعب، وعمر السولية بيأدي، وعمر السولية، الاثنين دول يشيلوا النادي الاهلي. اي حد يخش غيرهم برده نفس الكفاءه في نفس الطريقه. الاربعه اللي ورا كانت معروفين ان هم بيلعبوا على طول، احمد فتحي وكان سعد سمير وسعد نجيب، ما الاثنين اللي في القلب، ودخل ايمن اشرف وعلي معلول لما كان بيلعب. والفرقه كانت ماشيه بتأدي اداء جيد جدا، والفريق منظم، الطريقه اللي تناسبك هتلعب بيها. بس انا بقول لك المدرب اللي كان موجود، المدير الاجنبي كالترون، لعب ب 4-4-2، ما توفقش في الاول، ما مشيتش مع النادي زي ما احنا اللعيبه او النتائج مثلا ممكن ما تساعدكش، راح قالب على طول. لما قالب مشي كويس جدا، وبرده الراجل ما فشلش في مهمته، بس لو كان خد البطوله الافريقيه كنا نقول ده الراجل نجح بدرجه امتياز. صح ولا غلط؟ طبعا. بمناسبه الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، وخصوصا في ظل تواجد مدير فني جديد ان شاء الله هيتولى المسؤوليه خلال الايام، وهو مستر لاسارتي، هل الافضل ان هو يبتدي بطريقته هو على طول، ولا ياخد وقته واحده واحده لغايه لما ياخد على اللاعبين ويعرف امكانياتهم بشكل كامل، وبعد كده ينفذ الفكر الخاص بيه؟ هو طبعا دي عشان ممكن خلي بالك يكون في استعجال شويه من جمهور النادي الاهلي ان الفريق يؤدي بالشكل الجيد جدا، وتوقعاته تكون عاليه جدا، لكن اكيد الفريق هيكون محتاج وقت. هو بوجود محمد يوسف الجهاز الفني انا مطمئن، سواء لاي طريقه هيلعب بيها او طريقه الاهلي المعتاده اللي بيلعب بيها 4
2 3 1 تمام. الراجل مدرب كبير وعنده خبرات كبيره بالزبط. صعب جدا يجي على طول كده يشقلب الدنيا يعني. وهو متابع ودارس النادي الاهلي جيد جدا وشاف مباريات كتير وشاف الافراد او العناصر اللي هيشتغل بيها جوه النادي. بعد التدعيمات هيقف على التشكيل المناسب للنادي الاهلي حسب طريقته وهو وحسب المرونه بتاعته التكتيكيه هيأدي بالفكر بتاعه. بس لازم طبعا نصبر عليه. اهم حاجه دلوقتي عندنا ان الفريق يكتمل والاصابات ان شاء الله الناس ترجع وان شاء الله نشوف النادي الاهلي في حاله ممتازه جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله يا رب باذن الله. كيف ترى تواجد يعني شخصيه مهمه جدا في الجهاز الفني للنادي الاهلي وتحديد كابتن سعد عبد الحفيظ كمدير كره، اهميه تواجده في الفتره الحاليه؟ هو كابتن سعد طبعا شهادتي فيه مجروحه لان الفتره اللي جت اللي فاتت الحمد لله بيأدي دوره كويس جدا جدا وزي يعني الحمد لله ان الفريق الفتره اللي فاتت بيكسب وصعد من دور ال 32 لدوري المجموعات وشايف ان حاله في حاله استقرار في الجهاز الفني كله ودي تحسب للمنظومه كلها فحاجه كويسه جدا يعني. طيب نخش على المباريات الداخليه، شايف المباراه دي ازاي والصعوبه اللي ممكن يكون بيواجهها النادي الاهلي خلال الفتره دي بسبب ضغط المباريات، المباريات الداخليه اهميتها شايفها ازاي؟ طبعا مباراه مهمه جدا بعد الاهلي ما تخطى دخل دور المجموعات ورجع على الدوري تم اغلاق الملف الافريقي مؤقتا ورجع على الدوري المحلي برضه ما هو راجع الحمد لله كسبان معنويا يعني معنوياته مرتفعه جدا. في بعض الاصابات ان شاء الله ترجع للفريق دي هتدي دعم قوي وبتدي باور لفرقه النادي الاهلي. مباراه داخليه مهمه جدا جدا لتاكيد تفوق النادي الاهلي الفتره الاخيره في حصد النقاط. فريق الداخليه فريق برضه قوي وعنيد بس الاهلي قادر. مبارياته دايما المباريات بالنسبه للنادي الاهلي مع الداخليه دايما بتبقى صعبه لان مدرب الداخليه عارف النادي الاهلي عبد العال طبعا مدرب قدير يعني وعارف قيمه وحجم النادي الاهلي فاي فرقه بتلعب النادي الاهلي بيستعدوا استعداد جيد جدا لما يلعبوا مع فرقه ثانيه بتلاقي الموضوع عادي يعني انما الاهلي بيبقى فيه شده وفي تركيز واللي مصاب بيرجع واللي مش عارف ايه. فالاهلي طبعا قادر باذن الله يتخطى المباراه دي بعوده ان شاء الله باذن الله يكون كابتن احمد فتحي رجع كابتن علي معلول كل الناس اللي مش متواجده الفتره اللي فاتت هتكون اضافه للفتره الجايه. المكسب بيجيب مكسب بتمنى من الله ان شاء الله ان احنا نفوز على الداخليه نكمل المسيره بتاعه التفوق لان انت عارف حضرتك امير لما باذن الله يكون في مكسب نكسب المؤجلات الفرق هيبقى بسيط جدا جدا بين المنافس يعني ان شاء الله لو كسبنا كل المؤجلات ان شاء الله باذن الله باذن الله هيبقى فرق 3 بونت والاهلي معودنا لما بيجي من بعيد بيجي بقوه بالظبط. بس بتمنى من الله الاصابات تبعد عن لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله والاستقرار يعم على الجهاز الفني وعلى الناس المتواجده وان شاء الله باذن الله يكون في اداء جيد الفتره اللي جايه وان شاء الله نكسب المباراه اللي جايه باذن الله. مستر لوسارتي هيرجع يوم 27 ومباراه الاهلي والداخليه يوم 29 هل هيلحق ان هو يعني يكون القائد للنادي الاهلي في هذه المباراه ولا هيبقى يعني هو المتولي المسؤوليه بشكل كامل بدايه من مباراه بيراميدز يوم 4؟ هو لو موجود لو جه ان شاء الله يجي بسلامه ان شاء الله حتى لو موجود على البنك يعني بره مع الاحتياطي كابتن يوسف يعتبر هو اللي كان بيدير الفتره اللي فاتت اكيد ممكن يدير المباراه دي او لو هو عشان يضيق الوقت اكيد او هو لو متواجد هتبقى اضافه طبعا وجوده مهم جدا في المرحله اللي جايه وزي ما انت حضرتك عارف مدرب ذو خبرات كبيره وسي في مميز جدا بتمنى ان الله يكون اضافه الفتره اللي جايه باذن الله يكون موجود على البنك اول ماتش ده لو بره من مباراه بيراميدز دي انا ما اعرفش طبعا ده الحاجات دي ترجع للجهاز الفني طبعا اكيد هم قدروا يعني انا بعيد برضو عن الموضوع ده يعني احنا بنتكلم كمتابعين للمشهد على فكره متابعين بتمنى يعني مش ان حضرتك مسؤول في النادي احنا بنتكلم كمتابعين للمشهد لا انا مسؤول انا مسؤول في اداره فنيه تمام لاكتشاف الموهوبين اوكي الشغل بتاع الدرجه الاولى انا بعيد كل البعد عنه اكيد احنا بنتكلم بقى كمتابعين كمشاهد انا بقى كمتابع بتمنى لهم التوفيق باذن الله وكله يبقى فيه استقرار سواء في الجهاز الفني او في اللعيبه. طيب عايز اتكلم عن ضغط المباريات بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده، شايف ان ده هياثر على الفريق في فترات بعيده مقبله بشكل او باخر؟ هو ضغط المباريات ياثر طبعا لما يكون في اصابات. النادي الاهلي المفروض ال 25 او 30 لعيب كلهم مؤهلين ان هم يلعبوا في اي وقت في اي مكان مفيش اي مشكله، بس ضغوطات المباريات لما انت يكون في حمل كتير وعدد ايام قليل بياثر على اللعيبه. يبقى حمل زايد عليهم ولو العدد كبير بتاع اللعيبه ممكن ما ياثرش يبقى في عمليه روتيشن يعني تغيير وبتجيب هنا تحط هنا بتاع دي بتدي مرونه للمدرب بس لما يكون في عناصر مؤثره جدا ومميزه واساسيه زي مراكز معينه
من اول راس الحربه او الديفندر او قلب الدفاع، دي تاثر عليك لما يكون في ضغط كتير وحد من دول انت مش متواجد معاك. فان شاء الله ضغط المباراه ده لو مفيش اصابات ما يتاثرش بيه النادي الاهلي، لان عندهم خبرات وبيمروا بضغوطات مباريات كتير على مدار السنين. الاهلي بيخش بالظبط بيبقى مطالب منه يخش في 3-4 بطولات. الاهلي مؤهل يخش في كل البطولات، وزي ما جمهورنا اتعود للنادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي او المسؤول عن النادي الاهلي ان نجيب لهم بطولات. فطبعا في توفيق وعدم توفيق، بس المهم ان انت تكون على مستوى الحدث وبتكمل رغم ضغوطات المباريات ورغم الضغوطات اللي عليك. بس الحمد لله الاهلي بيبقى قادر ان يتخطى الحد دي كلها ويوصل لاهم المراحل النهائيه. هل شيء طبيعي ان فريق في موسم واحد يلعب بتاع حوالي 4-5 بطولات؟ يعني الاهلي كان بيلعب الفتره اللي فاتت بطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله العربيه او كاس زايد، كاس مصر، بطوله الدوري، كلهم في وقت قريب جدا من بعض. هل ده شيء صحي للكره المصريه خلال الفتره الحاليه او الفترات المقبله لو استمر يعني الوضع ده؟ هو بس حضرتك هو ممكن يكون ايجابي لبعض الفرق وسلبي لبعض الفرق. ازاي؟ الناس الايجابي الفرق اللي عندها عندها لعيبه يعني كسرت لعيبة كويسين وعلى المستوى البطولات اللي هم بيشاركوا فيها، إنما في فرق تانية بتبقى المستوى اللعيبة أقل من الناس اللي مشتركة دي، فتأثر عليهم المباريات دي كلها وضغط المباريات. بس ضغط المباريات دي معنا برضو لازم نطلع من التوب اللي احنا كنا لابسينه زمان إن احنا نتأثر وفي ضغوطات. لا، احنا بص في أوروبا بيلعبوا كل ثلاث أيام ماتش دوري الابطال، كاس اوروبا، بطوله اوروبا، يعني في كل انجلترا عندهم البوكسنج داي هيبتدي بكره، مباراه بكره ومباراه يوم الاحد ومباراه يعني مباراه بيبقى في حضرتك في استحقاقات سواء في اوروبا كتير. فاحنا ابتدينا يعني الحمد لله احنا عندنا دلوقتي محترفين بره كتير. اللعيبه المصريين لازم يخشوا في الحته دي، يبقى عندنا قوه تحمل للمباريات، استعداد جيد جدا جدا. ولازم بقى ان ما نبقاش احنا نفضل زي زمان تلعب بطوله او بطولتين وتقع. لا، تشترك في 3 و4 و5 حتى لو في ضغط المباريات. ما انت بتجيب لعيبه كويسه، بتجيب جهاز فني كويس، في بعض الاوقات هتتاثر بس مش هتاثر كتير. وبتديك باور للعيبه والانديه المصريه ان احنا نوصل برضو نقرب من الناس اللي بره. يعني انت مره كان حد يسالني قال لي ايه في التصنيف يا كابتن احنا وصلنا لغايه فين؟ لو هم 90% احنا مثلا 50، طب احنا ليه ما نوصلش 60 70 80، نقرب من الناس دي؟ لان احنا عندنا زي صلاح دلوقتي بيلعب في اوروبا. انت حضرتك ايه الخطوات التي يجب ان تؤخذ عشان نوصل للمراحل دي؟ الخطوات اللي الاستعداد تبقى جيده جدا، فترات الاعداد تبقى قويه، معسكرات خارجيه، الناس يبقى في امكانيات برضو عشان انت تؤهل اللعيبه ويبقى وتجيب برضو لعيبه مميزين. كل دي محتاجه امكانيات عشان نوصل ونجهز الناس دي لما يكون في ضغوطات عليهم ويشتركوا في اكتر من بطوله، يبقى انت مهيئهم ومجهزهم كويس جدا جدا ما يتاثروش. فدي محتاجه مسانده ومحتاجه دعم سواء من الدوله سواء من الانديه الكبيره، بس برضو بترجع للامكانيات الماديه في المقام الاول. ان انت توفر عندك اجهزه فنيه كويسه، تجيب لعيبه مميزين، الاستعدادات، معسكرات خارجيه، فترات الاعداد تبقى قويه جدا مثلا في اوروبا، الاحتكاكات، المباريات الوديه في الاول، كل دي بتوصل لاعلى مراحل. بعد كده انت بتقرب للناس بقى بره بقى زيك زي اللي في اوروبا. اديتك مثل بصلاح بيلعب في ليفربول او لما كان بيلعب في توتنهام او لو لعب في روما، انت ما تحسش ان هو اقل من اللعيبه ده، بالعكس تفوق على الناس كتير في اوروبا. طب ليه ما يبقاش عندنا صلاح تاني وتالت ورابع؟ يا ريت. الاستعداد الجيد، الناس برضو عيونها كويسه، نكتشف وان شاء الله في مواهب في مصر، في لعيبه، بس هي بتختلف ان في ناس عندها استقرار في حياتها توصل للهدف المرجو منها، في ناس بتبقى كويسه جدا جدا بس ما يمشوش على السكه الصح، بتلاقيه يبقى طموحه بيبقى محدود. عندنا لعيبه كتير جدا جدا يلعبوا في اوروبا وبيلعبوا في احسن الانديه، في يعني عندك، انا مش عايز اقول امثله بدل ما تقول مثلا حد ان تقول على واحد يفكر ان احنا بنهاجم حد، لا، عندنا لعيبه كتيره جدا جدا وبأخص في النادي الاهلي يلعبوا في اي حته في اوروبا. شويه التزام شويه تركيز ان شاء الله باذن الله هنقرب من الكره العالميه، يبقى عندنا امكانيات عاليه. طيب تعالى نشوف ذكريات مفاجاه ليك كده في الملاعب. ليا انا؟ طبعا، تعالى نروح نشوف الذكريات دي بالنسبه للكابتن صديق الجمال ونرجع مره ثانيه. ده لحضرتك اللي معاك كوره. ده الاهلي والسويس في السويس. ده قبل الدوري العام بخمس ايام. كانت امتى المباراه دي؟ كانت امتى المباراه دي؟ دي 88 89. كان بيننا وبين الزمالك نقطه. طبعًا. لو لا قدر الله حصل الزمالك كان متقدم نقطه. لا، ولا احنا كنا متقدمين الحمد لله على طول. تمام.
بص ده جمال عبد الحميد اللي انا اللي انا عديت منه. ده خالد جلال وهشام يكن. بص حضرتك كنت رقم كام يا كابتن؟ 15. 15 بس بص السرعه بقى، بس كنت رفيع بقى يا كابتن. بص على طب انت لسه رفيع. ده على ممكن ترجع تلعب تاني. بس دي نص الملعب. مركزك الاساسي كان ايه يا كابتن؟ نص الملعب ناحيه الشمال. فالماتش ده كسبناه يا كابتن. ده ماتش السويس؟ بقينا احنا ايه 51 52 الزمالك. تمام. نكسب الزمالك ناخد دوري، نتعادل ناخد دوري. تمام. الحمد لله كسبناهم. كام؟ بجون علاء ميهوب. كان كام؟ كسبت 1-0؟ علاء ميهوب اللي جاب الجون. خدنا بيه بطوله الدوري العام. المباريات اللي انت ما تنساهاش في مسيرتك مع النادي الاهلي ايه؟ ابرز المباريات. لا ابرز المباريات اللي الواحد بيتشرف هما في السي دي بتاعي يعني. احنا على الهواء. هو على الهواء. اللي في السي دي بتاعي ثلاث مباريات اهلي وزمالك ورا بعض. كسبنا 2-1. ثلاث مباريات اهلي وزمالك ورا بعض. كان فيهم ماتش مؤجل. الدور الاول ادناه قبل الدور الثاني حوالي 10 ايام 15 يوم. تمام. وبعدين لعبنا كاس مصر. كاس مصر. تمام. كسبنا في كاس مصر 2-1. بتاع الكابتن طارق زيد والكابتن ربيع ياسين. كان بالليل لعبنا كسرطايه. تمام. وماتش 1-0 علاء ميهوب. ده خدنا بيه البطوله برضو. في ماتش 0-0 الدور الاول. عملت الثلاثه عملتهم الحمد لله. بس احسن مباراه ليا اللي حضرتك شايفها دي 1-0 ومباراه 0-0 دي اهلي وزمالك. مباراه 2-1 كنت كويس بس مش بالمستوى العالي بتاع دي. واضح ان انت حضرتك كنت بتمتلك السرعه يعني والمهاره كمان ما شاء الله في نفس الوقت يعني. وكان في المقاولين 5-1. من المباريات اللي انا بفتخر بيها لان لعبت ثلاث مراكز في المباراه. ثلاث مراكز. ايه هم بقى؟ مستر فايتسا لعبني ناحيه اليمين وناحيه الشمال. والماتش شغال. ولعبت في نص الملعب شويه جنب بدر كده. كان في فترات يعني حد مثلا اتصاب ارجع هنا اقول له حاضر. فالحمد لله الماتش ده كنت بتأدي في اي مكان. 1-0. وبعدين هاني رمزي جاب التعادل. كان هم جابوا علاء نبيل. تمام. 1-1 وبعدين اديناهم 4 اجوان بعديها. كان مباراه جميله جدا. بس يا كابتن يعني ذكريات حلوه. المدربين اللي اثروا في مسيرتك او اللي يعني اللي اثروا فيك فنيا بشكل كبير مين؟ او واحد اثر فيا بس هو ما دربنيش. مين هو؟ كابتن انور سلامه. يعني بوجاله طبعا كابتن انور سلامه يعني. التحيه والتقدير لانه برضه كان سبب رئيسي ان هو جابني النادي الاهلي. طبعا مستر فايتسا اكتشفني. تمام. لان انا مفاجاه ليك انا كنت بلعب مهاجم. مهاجم اصلا في الناشئين. وجاي النادي. لا مش ناشئين، جاي النادي الاهلي مهاجم. يعني. كنت انا في نادي البلاستيك. تمام. فلما جيت هنا حضرتك المكان زحمه. وكابتن امير اللي لعب في النادي الاهلي يبقى من السعداء طبعا حتى لو لعبت 5 دقايق. لان بفضل الله لعبت كتير الحمد لله. فمستر فايتس كان عندنا ماتش مع المنيا اول مباراه ليا. فقال للكابتن مصطفى يونس كابتن حمار قولوا لصديق جمال ان يلعب ناحيه الشمال يأدي يعني ان شاء الله. فسالني الكابتن مصطفى والكابتن ماهر رحمه الله عليه احمد ماهر طبعا. قلت له العب اي حاجه ما عدا الجون. انا شايف 11 واحد في النادي الاهلي. اللي يعدي من جنبيهم كده يبقى فرحان طبعا لما اقول لك الاسامي. يعني بس بخاف الواحد ينسى حد مثلا. واخد بالك كلهم كباتن كبار من اول. مين مثلا؟ كابتن اكرامي. كابتن ثابت وكابتن شوبير. يعني كابتن طارق ابو زيد، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمود صالح. كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا. كابتن هاني رمزي. طالما قلت كابتن احتراما لازم اقول كله كباتن رغم فرق السن بيني وبين ناس صغيرين. كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن عمرو انور، كابتن عبد الجليل، كابتن علاء عبد الصادق. اسامي كلها كبيره بصراحه. فريق يا كابتن اللي يعدي من جنبيهم يفرح. تخيل لما انا اجي اتحط اساسي وبفضل الله ما قعدتش ولا ماتش احتياطي مع مستر فايتس. بس بعد كده بقى لما مشي جه الكابتن سايس لعبت حوالي 7 مباريات وجه الدوري اتلغى. كابتن جوهري كان الله يرحمه كاس العالم. عشان كاس العالم. وانا كان جالي اصابه برضه في رجلي. فانا سعيد جدا. عن ايه الاصابه؟ كان جالي في العضله الاماميه. جالي قطع فيها. فطبعا انا سعيد جدا ان انا اسمي بينتمي للنادي الاهلي او ان انا بس اتحط في السي في بتاعي لاعب النادي الاهلي. ده شرف ليا ولاي حد. اكيد طبعا. فطبعا دي حاجه انا بعتز بيها وفادتني كتير جدا في حياتي وهي سبب الحمد لله اللي انا فيه. الحمد لله. الحمد لله. التوفيق دايما يا كابتن في اي خطوه انت بتاخدها ان شاء الله. ويعني جمهور النادي الاهلي اكيد كله ثقه في اي حد بيتولى المسؤوليه داخل النادي الاهلي ان هو هيأديها باكمل. وانا بعتذر لو كنت نسيت حد من الزملاء. لا طبعا ده شيء وارد يعني عادي. الواحد مفيش مشكله. طيب خلينا نكمل كلامنا عن النادي الاهلي المرحله المقبله. متوقع بصمه مستر لاسارتي الايجابيه تبان بعد قد ايه؟ هي بصمه المدير الفني لما بيجي يستلم اي فريق او حتى اي منتخب
اقل حاجه اقول لك ايه، انا عايز ثلاث اربع مباريات، خمس مباريات، ست مباريات، سبع مباريات، بس في ظروف ما بتبقاش متاحه ان انا اديله افانتاج، ان استنى عليه، ان اديله فرصه، اللي ان انا عايز بطولات تمام وانا جاي عشان يبقى فيه انجازات والمسافه قصيره. بس لما نيجي نتكلم كتقييم اكيد هنستنى عليه كاداء، ثلاث اربع مباريات، خمس مباريات، ست مباريات، عشان يحط الطريقه المناسبه اللي هو عايز يلعب بيها. بس انا لو هو لعب بنفس السيستم بتاع النادي الاهلي ان شاء الله مش هياخد فتره كبيره، لان اللعيبه هتساعده برضو، عندنا خامات كويسه جدا جدا هتدي له باور ان هو ما يعني ينطلق مع النادي الاهلي ويثبت وجوده ويثبت الشكل اللي هو جاي يحطه اضافه للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير طول عمره، بس اللي بيجي بيبقى اضافه ان هو يطلع المجهود او يطلع الامكانيات اللي عنده تبقى اضافه للناس الموجوده وشكل النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. فلما يقع عليه الاختيار اكيد هو هيجتهد جدا. انا كمشجع اهلاوي اكيد هصبر عليه، مش اول ماتش او ثاني ماتش او ثالث ماتش. بس بعض الجماهير عايزه الفوز على طول طبعا والمكسب، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليفه، يكون الفريق يكسب، الناتج بتاعه المردود اللي هو الشكل الجمالي هيبان بعد فتره، انما مش هيبان من اول مباراه او ثاني مباراه. يعني فانا الحمد لله ان اللعيبه والتدعيمات هتفرق معايا بالظبط، فما نحكمش عليه على طول. جمهور الاهلي جمهور كبير، جمهور عنده ثقافه، في فترات كتير وفي كل على مدار العصور بيقف جنب لعيبه الاهلي وجنب الناس اللي موجوده. فبتمنى على جمهور الاهلي يصبر عليه، هيطلع اللي عنده، ومدرب كبير يعني مدرب محترم. والاهلي عمره ما يجيب حد مش على قد مسؤوليه طبعا النادي الاهلي طبعا. بتمنى له التوفيق ان شاء الله ويتوفق الفتره اللي جايه وانجازاته تتحقق، يزيد على انجازات النادي الاهلي. هل بعض المدربين اللي بيتولوا مسؤوليه النادي الاهلي بيتعرضوا لظلم نوعا ما بسبب الضغوط اللي بتبقى موجوده على النادي الاهلي وحتميه الفوز، ويعني قدر كل مدير فني او بيشتغل في النادي الاهلي اي حد بيشتغل في النادي الاهلي ان هو مطالب دايما بالفوز، هل ده بيعرض بعض المدربين للظلم يعني نسبيا؟ هو مش ظلم بمعنى الظلم، بس دي زي ما بيقولوا ايه، ضريبه الشهره. انت ممكن تروح ضريبه التواجد في النادي الاهلي، ما دي ضريبه الشهره. انت جاي في مكان الحمد لله كبير، واي حد بيجي جنبه بيكبر. فده مدرب جاي اكيد هيبقى عليه ضغوطات، هيبقى عليه ضغوطات. انما انا برضو حته المدرب الاجنبي ما تخافش عليه تمام، لان في حته كويسه جدا جدا غير المدرب المصري. مش بقلل المدرب المصري، كل المدربين المصريين اكفاء بالزبط. عندهم خبرات كبيره ويدربوا منتخبات ويدربوا نجحوا يعني بشكل كل اللي في الدوري الممتاز. يعني كل الناس اللي موجوده شغاله واللي مش شغاله طبعا عندهم خبرات وكفاءات. بس المدرب الاجنبي بيبقى عنده افانتاج في حته كويسه جدا. ايه هي؟ اللي يخليه يفرق على المصري، ما بيبقاش ودنه مع التواصل الاجتماعي مع الاعلام كتير بالظبط، بيبقى تركيزه كله اجنبي محترف جاي عايز ينجح. فما بيتاثرش كتير. وبرده حته ان ما فيش جماهير تفرق مع المدرب شويه. حضرتك بصراحه اتكلمت في حته مهمه جدا، والضغوطات الجديده في العصر الحديث وهي خاصه بمواقع التواصل الاجتماعي والكلام الكتير بيبقى على بعض اللاعبين او المدربين. هل بتنصح اللاعبين والمدربين وبالتحديد في انديه كبيره سواء الاهلي او الزمالك او اسماعيلي، الانديه الجماهيريه الكبيره، ان هم ما يكونوش متابعين بشكل كبير جدا لمواقع التواصل الاجتماعي؟ اللعيبه والمدربين طبعا من في عوامل تبقى مؤثره جدا على اللعيبه دي، بالذات اللي ما عندهمش خبرات. طبعا يتاثر جدا بواحد بيحلل في احد القنوات، طلع قال للراجل ده واقف غلط، ده ما ينفعش يلعب. اللعيب لو ركز مع الناس دي مش هيلعب كوره، مش هيلعب كوره عمره ما يلعب كوره. انا اركز اما انا دلوقتي في مباراه بتتذاع على طول على قنوات النادي الاهلي وبعض القنوات الخارجيه بالظبط. اللعيب اللي هو مركز واللعيب الذكي بيروح يتفرج على المباراه، شوف ايه المميزات وايه عيوبه في المباراه، ايه السلبيات وايه الايجابيات، وبيشتغل على نفسه لحد ما يوصل للحاجه اللي هي تبقى خليه فورمه في الطب. انما لو ادى ودنه للناس اللي بتحلل والناس اللي هي بتكتب على التواصل الاجتماعي والناس على النت ويتابع، ذهنه هيتشغل بحاجات عوامل خارجيه اكيد هتاثر عليه. انما الحاجات الايجابيه ياخدها، زي مثلا واحد طب هو بيتابع، وارد ان هو يلاقي حاجات ايجابيه، وارد ان هو يلاقي حاجات سلبيه، ومفيش حد يعني الناس كلها بتجتمع عليه او على امكانياته في اي مجال من المجالات يعني. فوارد ان هو يلاقي حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه، هيعرف ازاي يختار الحاجات الايجابيه وهو كده كده عينه هتمر على الحاجات السلبيه؟ فالافضل ان هو ما يتابعش ولا لا؟ ما هو ما يتابعش هيبقى صعب، ممكن ما يتابعش التحليلات، ما مش لازم يشغل باله بيها، بس يتابع المباراه اللي هو لعبها،
ياخد الحاجه اللي فيها الايجابيه ويسيب الحاجه السلبيه. وبعدين تركيزك انت لعيب كوره ليه؟ الحمد لله الحمد لله النادي الاهلي لما يكون في ظروف بيركزوا وبيرجعوا باذن الله للحاله الطبيعيه بتاعتهم، لان الناس اللي مسؤول عنهم الجهاز الفني مدير الكوره والناس بيلموا اللعيبه يبعدوهم عن اي حاجه. ما تتكلموش في الاعلام، مالكش دعوه بالتواصل الاجتماعي، ركز في فرقتك. دي تفرق، ده جزء كمان من التعامل النفسي. ما هو الحته النفسيه بتبقى مليون في الميه بتبقى في صالح اللعيب، وبالذات لما انت توصل للعيب ده ايه المطلوب منه توصله له. انما لو اللعيب بيشتغل ومش عارف هو عايز ايه من نفسه يبقى مشتت. فحته التواصل الاجتماعي بيأثر بعض الشيء على اللعيبه. فانا بنصح اي لعيب بالذات اللي في الملعب في اي نادي اللي ممكن يتهز شويه شخصيته، ممكن مش قويه قوي ان هم يتحملوا مثلا النقد، يعني نقد او بالظبط، وبالذات اللي هم اللعيبه اللي طالعين جداد. دي نصيحه للناس اللي طالعه، انما اللي عندهم خبرات، واحد عدى 30 29 28 30 عدى المراحل دي كلها بخبرته، خليك في الملعب بالظبط. يعني الكابتن وليد سليمان ما كانش في المنتخب، كان لازم يروح المنتخب، لعيب كويس جدا جدا كان بيكسب النادي الاهلي بالظبط. انا بصراحه لما جه اعتذر ده قمه الاحترام والرقي في اختيار القرار، بيرفع الحرج عن الجهاز الفني منتخب. غير الحرج هو شايف الدنيا كلها، هو كويس ولازم كان اجباري يروح المنتخب، ما حدش هيجامله احسن من ناس كتير موجوده. احترامنا طبعا لرؤيه الجهاز الفني منتخب مصر، لكن هو بصراحه مشجع النادي الاهلي انا مش فارقه معايا بقى انا بتكلم، انا مشجع النادي الاهلي كان وليد لازم يتاخد، كان باعد نفسه عن اروح المنتخب، ما اروحش المنتخب، تركيزه كله كان فين؟ في الملعب، في النادي الاهلي. كان مميز جدا جدا وكان مكسب النادي. فطبعا الناس تاخد خبرات من الكابتن وليد، لعيب كبير وعنده خبرات كبيره ولعب بطولات كتير. كل اللعيبه اللي طالعه بالذات اللي في النادي الاهلي ياخدوا اللعيبه بتاعتنا قدوه ليها، الناس الكبار. تركيزنا كله في الملعب، مطلوب مني اكون كويس، مطلوب مني بطولات، هشغل بالي بالتلفزيونات واللي هو اتفرج البرامج، كل الناس بتحلل، في ناس مميزه وفي ناس ممكن تحلل بالزبط. عايزه توقع النادي الاهلي زي الفتره اللي فاتت كان في حمله علينا، ده بيتكلم الاهلي والاداء ومش عارف ايه. احنا عندنا مثال مهم جدا هو كريم نيدفيد. كريم نيدفيد من اللعيبه اللي تعرضت لانتقادات رهيبه جدا جدا جدا، الناس كانت هتبطله فعلا كوره. لما الراجل خد فرصته ولعب بان امكانيات كريم نيدفيد وبان روحه في الملعب وبان اهميته للنادي الاهلي ان شاء الله خير مرحله مقبله. ودي رساله لاي حد عايز ينجح في مجاله او في شغلته، الله عليك. لازم ان هو يركز في هدفه وان شاء الله اكيد هينجح، ربنا اكيد هيكرمه. يعني ادينا مثل بنيدفيد، ده كريم نيدفيد بصراحه، وادينا مثل بالكابتن وليد. نيدفيد بعض مثلا الناس بتحلل اللي هو سمع الحاجات دي كلها مش هيلعب كوره، بالعكس ده رجع بقوه ومن العناصر المؤثره الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، وان شاء الله يوصل للمستوى اللي كان بيه بالمنتخب والنادي الاهلي، وخد اشاده كبيره جدا من نفس الناس اللي كانت بتنتقده. طبعا طبعا محدش هيقدر يقول ان هو مش كويس، ما هو كويس جدا، بيلعب اساسي ومميز في وما شاء الله عليه. كل اللعيبه ان شاء الله تبقى بفورمه كويسه هيفيدوا المكان. انا بتمنى ان اللعيبه كلها تركز، اللي ما لهمش دعوه بالتواصل الاجتماعي يعني بعيد على كلام حضرتك، يركزوا في الملعب عشان توصل للهدف المرجو منك. مع الاعتراف في نفس الوقت يا جماعه ان طبعا وسائل التواصل الاجتماعي واراء كل الجماهير بشكل عام اكيد مهمه جدا ويوم الحق، وده يعتبر اعلام جديد في عصرنا الحديث ودوره اكيد هام جدا، لكن كل واحد واكيد بيبقى ليه يعني رؤيته والتفكير الخاص بيه وهدفه اللي بيحاول يسعى لتحقيقه دايما. اكيد ما هنا ما انت عندنا هنا برضه ناس بتحلل في قناه الاهلي بس بيتكلموا برقي وبيتكلموا في اللي شايفينه قدامهم، مفيش حد بيجرح في حد. حتى النادي الاهلي لو في ماتش مثلا مش كويس بيقولوا الاهلي ما كانش كويس النهارده، الاهلي مميز جدا بيقولوا مميز جدا. فالمفروض الناس كلها تبقى كده بالزبط. يبقى النقد بناء. ده انا بتكلم على لعيبه، انا مفيش حد يعني ان انا بنقد حد بعينه، بيقول لك بشكل عام النقد يبقى بناء، ده شيء مهم جدا طبعا. بناء وفي صالح الكرة المصرية وفي صالح اللعيبة، لأن ما ينفعش لازم نرفع من مستوى لعيبتنا. أنت قلت حتة كويسة، الحتة النفسية بالظبط سيكولوجيا، يعني اللعيب لما بيسمع حاجة كويسة بيبقى طاير من الفرح. أكيد. أنت تقعد مع لعيب كده وحصلت الفترة اللي فاتت شد حيلك، أنت بعيد ليه على المباريات؟ لا أنت كويس، أنت كنت هداف هنا وهداف هنا، فين أدائك الجيد؟ لما لعيب بيسمع الحاجات دي بينزل يكسر الدنيا. وأديك على سبيل المثال الشيخ أو ناصر، بتفرق، بتدي له حاجه كويسه، دفعه قويه، بياخد باور منك انت كمسؤول، بينطلق في الملعب. تمام. فهو ده تبقى نقد حلو ونصيحه مفيده للاعيب. طيب اهم المميزات اللي متواجده في لعيبه النادي الاهلي الجدد، سواء محمد محمود، جيرالدو، محمود وحيد، واللي ادت الى ان النادي الاهلي يسعى خلفهم ويحاول التعاقد معاهم حتى نجح وخلاص انضموا لفريق النادي الاهلي، هينضموا خلال ايام للتدريبات. المميزات اللي عند اللعيبه اللي انضموا حديثا للنادي الاهلي بتحديد الاسماء اللي قلت حضرتك عليهم؟ هي الاسماء كلها اللي النادي الاهلي جابها اسماء مميزه جدا، وان شاء الله تكون اضافه للنادي.
بس حتة المستوى الحاجات دي إن شاء الله الجهاز الفني هو اللي يقول رأيه لحضرتك يعني. تمام. لأن أنا مش أقدر أقيمهم، ده دي بتاعت الجهاز الفني. لكن أكيد في سمات شخصية في اللعيب أو بعض السمات الفنية المتواجدة فيه من خلال رؤيتك بتابعتك. كل متابعتي كل لعيب النادي الأهلي بيجيبه، والنادي الأهلي الفترة اللي جاية دي محتاجاه بيجيبه. يعني مثلا محمد محمود، أهم ما يميز محمد محمود إيه؟ إيه اللي هيضيفه إن شاء الله النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ لعيب كويس يكون إضافة مع الموجودين بإذن الله. تمام. انت كل الناس احنا على فكره بنتكلم في شكل عام، والله ما فيهاش حاجه. احنا بنتكلم على لعيبه مميزين جدا انضموا للنادي الاهلي. بس امير انت راجل بتاع كوره وانا بتاع كوره برضه، طبعا في حاجات ما ينفعش حضرتك نتطرق ليها. ليه؟ في اختصاصات في الجهاز الفني ان شاء الله يقيمهم، بس انا قلت لك اختصرت لك حاجه مهمه جدا. تمام. لجميع النادي الاهلي ولحضرتك يعني. كل واحد النادي الاهلي شايف انه يكون موجود هيجيبه. أكيد. والتوفيق بتاع ربنا. اتمنى ان النادي الاهلي مش هيختار حد غير لما يكون عارف ان ده اكيد هيكون اضافه ايجابيه ليه في الفتره المقبله. كل المنضمين رساله اخيره حابب تقولها للنادي الاهلي او لجمهور النادي الاهلي، وخصوصا ان احنا مقبلين على فتره مهمه جدا. كمان في لعيب مهم قوي هيعود لصفوف النادي الاهلي هو صالح جمعه، لا يقل اهميه عن اللاعبين الجدد، ويعتبر صفقه جديده بجانب كريم نيدفيد. يعني بشكل عام اديني رساله اخيره قبل ما نختم مع حضرتك. ان شاء الله نشوف صالح احسن حاله. كل لعيبه النادي الاهلي الموجودين اول حاجه واهم حاجه في الدنيا ربنا يبعد عنهم الاصابات. يا رب يبعد عنهم الاصابات بالذات لعيبه النادي الاهلي، لان كده في بريس عليهم الفتره اللي فاتت، ما تعرفش عين ما تعرفش ايه. فان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. بوعد جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي يكون في شكل باذن الله الفتره الجايه مميز جدا جدا، يكمل المسيره اللي فاتت، وجماهير تصبر على الفريق ان شاء الله. الفريق حقق لهم كل البطولات، والاهلي يكون في احسن حاله باذن الله ان شاء الله. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي. كابتن صديق نورتنا وشرفتنا النهارده. اشكرك يا امير، وانا كنت سعيد جدا بوجودي، وبعتذر لك لو في حاجه مثلا لا طبعا سالتني فيها. لا طبعا في ممكن ما يكونش عارفها، بس يعني ايه ما بقدرش اتطرق ليها. لا طبعا اكيد نورتنا. انا بشكرك جدا، اتمنى لك طبعا المزيد من التالق والتوفيق مع النادي الاهلي في مسؤوليتك الهامه جدا الجديد ان شاء الله. استاذنك بس قبل ما تختم، انا باركت للسله فريق السله اللي حصل. اتفضل طبعا. الفريق المرتبط ثالث بطوله على التوالي، وبتمنى لهم التوفيق ومزيد من البطولات للنادي الاهلي في كل الالعاب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا او فقرتنا الحواريه الاولى مع نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن صديق الجمال، المتحفظ جدا في تصريحاته، واحنا عاذرينه عشان بحكم منصبه الجديد داخل النادي الاهلي. دي الفقره الاولى، استنونا الفقره الثانيه بعد الفاصل. هيكون معانا نجم كبير جدا من نجوم نادي الترسانه السابقين، وهو الكابتن شاكر عبد الفتاح، وهنتكلم في العديد من الملفات الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه بعد فاصل.